ما عم بفهم يا عياش، ما عم بفهم راسي من رجلي. إلا عمل مبين معي هاي المخلوقة ما عاد بدها اياك. عليك. الو. مرحبا عاصي. شو قصتك انت؟ ليه ما عم تردي؟ كنت مشغولة كثير وهلا حتى شفت موبايلي. شو هاي الأصوات اللي عندك؟ ايه عاصي، كان عندي حفلة عيد ميلاد بالمطعم، انشغلت كثير ما قدرت ترد عليك. ايوه الله يعطيك العافية. الله يعافيك. حكيت مع بنتي عبير وقالت لي انك مرقت. شو كنت بدي اقول لك؟ وانا مالي موجودة بالبيت. لا تمرق، الله يوفقك، لانه عبير كثير بتخاف. شو عملنا لها؟ ما حكينا معها شيء. بعرف بعرف، بس هي عاصي كثير بتخاف، مشان هيك دغري اتصلت فيني وقالت لي. يعني كان فيكي تردي بس علي ما رديتي. شبك ناطرني على كلمة؟ على كل عم ينادوني. يلا بدك شيء؟ نحكي بعدين.